السلام عليكم. بسم الله، اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو عملت فيه هاد عش البابا، بصلح للكنيوغ، بصلح للكوكتيل، وبصلح للدقن الهندي والنيبالي، وبابا تاني مثل اللوري. هذا عملته انا بس في منشار وشاشوكه وبسميق، يعني تعذبت فيه. اذا بتحبوا اورجيكم كيف عملت هذا العش. لا شايفين، حطيت له هون لوح دي اف، من فوق منه لوح رقيق. هلا من بعد افرشه بالرمل، وفوق راح احط نشارة بحدود 2 سنتي. لا شايفين، هاي هون حطيت الجناجل، وهي هون قلبه، حطيت الشبك عشان يقدر يطلع عليه البابوات. هاي هم الفتحة، فتحتها بالماكينة، هاي الوحيدة اللي استعملت فيها ماكينة عند النجار حتى احسن افتحها. هاي هون الجناجل ما شايفين مشان يمسكوا القفص. بالنسبة للطول 40، للطول 36، وعمق 40، عقد 40، وعمق 30. هاي هي، اعطوني رايكم تحت في التعليقات. إذا بتحبوا أعمل عنا فيديو خبروني كمان تحت في التعليقات لأساوي عش تاني أصوركم إياه. أنا حبيت أساوي بعد، إذا أطلع حالي يعني نجح معي كل شي تمام، راح أساوي فيديو تاني. ما شايفين، بسم الله ما شاء الله. بالنسبة هون ليش ما حطيت وقافي أو شي؟ لأنه القفص هو فيه وقافة لحاله. هاد العش راح أستعمله لبابا الكنيوغ، راح أفرشه بالنشار والقمل وأجيكم بعد النتيجة الأخيرة. بالنسبة هاي الأملاح، هاي بولانا صدى في البحر، وهي النشارة اللي راح أفرشها. أول شي راح نحط قمل، نفرشه بهالطريقة، هيك بيمنع غمل تتدحرج البيض، ونفس الوقت الجوز بياكلوا منه. هنا عم بظبط العش، بياكلوا منه وبحسن عملية الهضم. مثل ما شايفين، هلا راح نفرش هول ان شاء الله. بدك تكون اقل شي سنتيين، هن لحالهم الجوز بطلعوا منه بكبوا منه. مثل ما شايفين، هاي فرشنا العش بالنشاط الخشب، هاي هون السلم، هاي هون سكرنا. شايفين اصدقائي كيف الزوج بسم الله ما شاء الله حبلش غازي البعض مشان يدخل على العش. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله، العش الحجم قل يعني كتير كويس وفعال لهيك شي.